معكم العزيز رشيد، أب متزوج لثلاث أطفال، فاعل جمعوي في عدة مجالات رياضية اجتماعية وفاعل سياسي. دخلت المجال السياسي وكنت ترشحت للانتخابات الغرف المهنية صنف غرفة الصناعة التقليدية جهة الدار البيضاء سطات، وتمكنت من الفوز بمقعد على مستوى تراب مقاطعة المعارف في غرفة الصناعة التقليدية جهة الدار البيضاء سطات. والحمد لله بعون الله بالتوفيق ديالو وبواحد المجهودات جد جبارة، حيت ماشي سهلة أنك تفوز بهذا المقعد وأنت من ذوي احتياجات خاصة، أن كاينين عراقيل كاين مصاعب باش توصل. وتمكنا باش حاليا كنزاول مستشار في الغرفة ونائب رئيس لجنة المرأة الصانعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات. هاد الفئة ديال القصار القامة مهمشين في المجتمع المغربي، حقوق ديالهم ما واخدينهمش. نعطيك مثالا النقل المجاني ديال الحافلات على مستوى مدينة الدار البيضاء، كنلقاو مشكل مع الناس المراقبين ديال الحافلات، كتمد لي ديك البطاقة واخا ديك البطاقة واخا الدولة باقا ما دارتش معنا، خرجت لينا ديك بطاقة المعاق اللي كتمكننا باش توفر لينا عدة مزايا. دفعنا الملفات هنا ولكن لحد الآن باقي ما كاين حتى شي حل في هذا الجانب هذا. وبالنسبة للقصة القامة كنتمناو من المسؤولين الكبار باش تكون واحد الالتفاتة من جهة لهذا القصة القامة، كنهضر على التفاتة يعني كونوا مهتمين بهم واحد العناية من هذا الجانب ديال المسؤولين الكبار، راكم ما مشينا ما كديوهاش فينا. بالنسبة للعراقيل وهاد المصاعب اللي المشكل الإداري اللي كتمشي للإدارات كتلقى داك بما كما كيقولوا بالفرنسي داك الكونطوار، كتبغي تدفع الوراق تصيب الوراق ديالك ما كينتابوش لك ما كيديوهاش فيك، كتقول لك تسنى ما كيحترموكش ما كيقدروكش، كتلقى دوك اللي داك الولوجيات ذوي الاحتياجات منعدمه تماما في الادارات العموميه. ملي كتجي تهضر كيقول لك تسنى بلاتي عن جميع الادارات العموميه. هو المجتمع كاين تنمر من جهه المجتمع، ما كيعتبركش ما كيقدركش ما كيهتمش بك، كتلقى مشاكل معاهم، كتلقى عده اكراهات لا في اي في جميع المجالات في جميع القطاعات اللي مشيتي ليها الا بعض الناس اللي كيتفاهموك واللي كيقدروك، هما قلال بزاف. حاليا كندير نائب رئيس جمعيه ادماج لاشخاص في وضعيات اعاقه، وفي هذه الجمعيه هذه منخرطين معنا جميع الفئات، اي فئات ذوي الاعاقه الحركيه، فئات ذوي الاعاقه الذهنيه، والفئات ذوي الاعاقه البصريه. بالنسبه للاعاقه الحركيه، هاد الاعاقه الحركيه كينتميو لهم هاد الفئات قصار القامه، وحاليا راهما ياك وصلوا لواحد المرتبه جد عاليه. الى شفتهم مؤخرا كانوا شاركوا فئات قصار القامه، شاركوا في ذاك البطوله العالميه البارالمبيه اللي تنظمت في كوريا اليابان، اللي تنظمت في اليابان واحتلوا مراتب الاولى على المساله الصعيد العالمي. نذكروا مثلا نجاة القرعه، بعض الاسماء اللي ما عرفتهم نسات لي الاسماء ديالهم الا ما ذكرتهمش، هما كيعرفوا او كنعرفهم. هذا الشهر المبارك السعيد كنتمنى لجميع المغاربه رمضان مبارك سعيد، وكل عام وانتم الف خير، الله يدخلكم ويدخلوا عليكم بالصحه والعافيه وبالسعاده وطول العمر.